يلا بسم الله، جاهزين يا جماعة؟ عايزين بقى نرفع راس الباشمهندس بقى، يعني الراجل تعبان شوية، ما ينفعش ان احنا يعني نعمل من وراه حلقة وتطلع فنكوش. عايزين بقى حلقة نظيفة كده ونقول بسم الله أول حاجة، والراجل بيفضل يعيد كتير. احنا بقى عايزين نطلع بقى شغل من أول مرة، ماشي؟ جاهزين ولا إيه؟ كله تمام؟ الصوت تمام هناك؟ مهندس الصوت؟ اه صح، احنا ما عندناش مهندس صوت، مش مشكلة، اهم حاجة المايكات شغالة، كل حاجة شغالة. يلا ما تنسوش بقى تقولوا لهم ان انتوا ليكوا بصلتين خلال اليوم، مش عشان انا ما طلعتش معاكوا فتنسوني يعني، ماشي؟ وانت خيارة ما تنسيش تمس عليا كده وانت قدام الكاميرا، اه يعني انا ورا الكاميرا اه وشغالة، بس ايه ما تنسيش، ماشي يا اخت خيارة؟ وانت بتنجناية، ايوه كده، افردي نفسك كده، عايزك بصي تعملي احلى شغل. الطماطمايه، هو حد في عصر كنت واقفه كده، انت مالك مندهشه ليه؟ ها مالك مندهشه ليه كده؟ انت بتبص على ايه؟ انت نمتي ولا ايه؟ انتوا نايمين؟ طب يلا نبدا بقى الحلقه على خيره الله، بسم الله توكلنا على الله، يلا اكشن. اسعد الله صباحكم بكل خير، صباح جديد، صباح سعيد، صباح الامل والتفاؤل اللي بيتجدد جوانا كل يوم مع اشراق شمس يوم جديده. احنا جينا لكم النهارده بعد ما الراجل زهقتوه وتعبتوه، جينا بنفسنا نتكلم عن نفسنا. الراجل كل يوم يطلع يقول لكم الاكل الصحي، احنا جينا لكم كمان معانا البصله بتصور وبقيه الرجاله واقفين تحت، يعني احنا جيش من الاكل الصحي. تابعونا عشان تشوفوا الحلقه. لو هتسالونا ازاي ممكن تدعموا القناه، تقدروا ان انتوا تشتركوا في القناه، وكمان اي فيديو يعجبكم تضغطوا لايك وتعملوا شير وتصبحوا علينا، وكل ده في الخير. ايوه انتوا زي ما انتوا شايفين، ايوه اوعى تغمض عينك وتفتحها تاني، ايوه احنا طلع لنا صوت بقى وهنتكلم ومش هنسكت تاني على فكره. ليه بقى؟ عشان نجيب حق الراجل الغلبان اللي انتوا جننتوه. كل يوم يقول لكم التزموا بالاكل الصحي، كل يوم كلوا، كلوا اكل نظيف عشان صحتكم، عشان تخفوا على نفسكم، لكن في النهايه ولا حد بيتكلم، وكل واحد يقول لك ايه؟ اصل انا ضربت الشوكولاتايه. انا جيت لكم بقى ابان صغيره، لكن انتوا عارفين مجنونه يا قوطه، وبيدلعوني بيقولوا لي بره يا بندوره. والحقيقه ان انا اسمي طماطم، فليه اي حد ليه يشوف في حاجه يجي لي انا؟ انا اه معايا الرجاله الخيار والجزر ومعايا البتنجانيه العظيمه دي، لكن الحقيقه انا جايه وعشان خاطر بجد يعني تعبت خلاص. انا بقول لكم ان انتوا لازم تلتزموا بالاكل الصحي، بطلوا بقى عك بقى واكل شوكولاتات بقى وحاجات ملهاش لازمه. في فرق ما بين حاجه اسمها اكل وما بين حاجه اسمها غذاء، اهو احنا الغذاء، احنا بقى اصل الحكايه كلها، عشان كده لازم نتكلم وفي صوتنا، لازم العالم كله يسمع صوتنا عشان خاطر ان احنا مش هنسكت تاني. بصوا بقى من الاخر كده، طبعا انا بشكر لو نفسك تخس ان هم مدخليني في النظام، وان انتوا لازم كل يوم تاخدوا طماطميتين، تاخدوها بقى في السلطه، تضربوني في الخلاط، ما انا بقى يعني ايه ملطشه كده، واي حد ياخدني يضرب فيا شويه، يفعصني شويه، واي حاجه وخلاص، بس المهم ان انت لازم تستفيد مني. انت عارفين ان الطماطمايه الواحده فيها نحاس وبوتاسيوم ومغنيسيوم وكمان الياف، يعني فيها عناصر مهمه جدا، عناصر بجد لو انت اهتميت قوي بيا كل يوم صدقني عمرك ما هتحتاج ابدا ان انت تقول اي حتى بسبب اي وجع. ما تتكلموا يا رجاله ولا انا هتكلم لوحدي. حاضر حاضر هتكلم اهو. طبعا انا معلش انا متوتره جدا علشان خاطر انا اول مره اطلع في الكاميرا، يمكن اللي بتصورنا بصلاي صاحبتنا، لكن الحقيقه يعني انا بشكركم يعني، واحنا انتهزنا فرصه ان الباشمهندس نام، فجينا نتكلم بنفسنا، نتكلم بنفسنا عشان ندافع على نفسنا ونقول ان احنا فعلا اكل نظيف، ولو انتوا كلتونا بجد هتنبسطوا قوي وهتنعموا بصحه وسعاده. انتوا عارفين ان الخياره الواحده اللي هو انا ان الخياره الواحده فيها ميه كتير قوي، وعشان كده سعراتها الحراريه قليله، وتقدر ان انت تاخدها زي ما انت عايز كل يوم، يعني تقدر ان انت تاكل باي كميه خلال اليوم. وطبعا انت عارف ان انا بقى بحتوي على فيتامين سي، وكمان يعني قليل شويه من فيتامين A و B، وكمان عندي املاح معدنيه مهمه جدا اللازمه لبناء الجسم. اه والله يعني انا شوف مهمه ازاي، ممكن اه ابان ان انا كده يعني ايه اي حد يجي ياكلني وخلاص
وكده وتلاقيني مرميه كده في الشارع، لكن انا بجد مهم قوي على فكره. هو انا مش عشان خاطر يعني يحطوني كده في ورقه ويكتبوا عليا ان انا يعني طعم حلو ومش عارف ايه، لا مش شرط يعني. على فكره يا جماعه الموضوع مش باللبس، في شوكولاتات كتير يا جماعه بتلبس احسن لبس لكن بتضرك، لكن انا اهو من غير اي حاجه. لكن انا بجد يعني انا بقول لكم ان انا كويسه قوي، وكمان هتلاقي جوايا صوديوم وكالسيوم وفوسفور ومغنيسيوم وحاجات كتير قوي، يعني بجد انا حاجه كويسه قوي. بس يا خياره خلاص بقى، انت ايه ما صدقتي ولا ايه؟ سيبي فرصه لاخواتك، ما تقول حاجه يا عم الجزر انت ولا بتنجان، ياه ولا نجيب حد تاني ولا نندع البصله اللي عماله تعبانه في التصوير ده. مساء الخير يا جماعه، الحقيقه انا يعني ايه تقيله حبتين، فطبعا البتنجان من الحاجات الحلوه قوي اللي احنا يعني طول اليوم بصوا يعني انا مش قادر اتحرك الصراحه، مش عارف انا يعني انت عارف بقى ان انا كنت اللي هيتريق يقول لي انت كنت بتنجان عروس وكلبصتي، اقول له لا يا حبيبي احنا عندنا نظامين، يا اما بتنجان عروس يا اما بتنجان رومي، وانا بقى البتنجان الرومي. تمام يا ريس، يعني اي حد بقى يبتدي ان هو يلون عليا لا يا ريس انا هنا التخين هنا. ها المهم يا جماعه نرجع لمرجوعنا بقى. بص بقى، اول حاجه لازم تعرف ان البتنجان ده من الحاجات المهمه قوي. ليه بقى يا برنس البرانيس؟ هقول لك ليه يا برنس البرانيس. اول حاجه ان انا عندي جوايا كربوهيدرات وسكر والياف غذائيه وبروتين ودهون كويسه، وكمان فيتامينات وكمان معادن واملاح، يعني بالصلاه على النبي كده انا عندي كل حاجه، عندي كل حاجه ممكن ما تكونش عند الناس اللي حواليا دول، يعني انا البرنس هنا. وبالتالي زي ما قلت لكم كده ان انا كل يوم ممكن تاخد مني بتنجانايه، مش هقول لك لا. وخد بالك يعني الناس بقى لا بقول لك يا طماطمايه مش احنا بنتقابل في المسقعه؟ ما تفكرنيش ما تفكرنيش. الحقيقه انا الناس اللي بتحمرني في الزيت بتخسر مني كتير بجد، التحمير خسرنا كتير، عشان كده بقول لكم بلاش تحمروني، ممكن تسلقوني، ممكن ان انتوا تعملوني مسقعه بس دايت، يعني بلاش القلي في الزيت، ها لان ايه التحمير خسرنا كتير. والسلام عليكم ورحمه الله. الجزره لسه معانا؟ قولي لهم حاجه يا جزره. مساء الخير يا جماعة، ازيكم عاملين ايه؟ انا جزرة، انت عارفين ان الجزر 100 جرام منه بيساوي 27 سعر حراري، وكمان مهم جدا لان فيه فوائد صحية كبيرة جدا جدا. يعني الناس اللي بتقعد تشتكي ان البشرة بتاعتهم شاحبة وان الجلد بتاعهم بقى وحش ومش عارف يحسوا ان في كده تغيرات في لون الجلد وحاجات كده، انتوا عارفين بقى ان الجزر ده مفيد جدا لتجديد البشره؟ والله شفتيني انا حلوه ازاي بقى؟ وكمان بقى اقول لكم كمان، انتوا عارفين بقى ان الجزر بقى فيه كربوهيدرات وسكر وبروتين ودهون وكمان املاح ومعادن وفيتامينات، يعني كده انا قريبه لصديقتي كده البتنجانايه، يعني احنا مهمين كلنا مهمين، حتى البصله اللي بتصور مهمه، كان نفسي تكون معانا بس ما كنتش مش هنلاقي حد يصورنا يا جماعه. وانا بشكر كل الناس اللي بتتابعنا، بشكركم يا جماعه لانكم بجد بتهتموا بنفسكم، وبشكر كل الناس اللي جت علشان خاطر تشجعكم من الخياره للطماطمايه وكمان البتنجانايه وانا الجزرايه. انتوا عارفين طبعا ان انت كل يوم ليك جزرتين، اوعى تفوتهم لان الجزر مهم عشان ما تشتكيش بعد كده ان وشك بقى شاحب وبشرتك بقت وحشه. يلا بشكركم يا جماعه وكل اصدقائي بيشكروكم، وانا بشكركم انا كمان، انا طماطمايه بشكركم وبقول لكم يلا صباح الفل عليكم. وطبعا ما تنسوش لو عجبكم، اكيد طبعا عجبكم محتوى الفيديو، اكيد طبعا انت ممكن تمد ايدك وتاكلنا عادي يعني مفيش حاجه. طيب لو عجبك محتوى الفيديو اضغط لايك، او ممكن تدوس عليا هعمل لك صلصه عادي يعني.
ولو عجبتك القناة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة ان شاء الله. وتقدر تشوف الفيديوهات اللي فاتت عند الجزرة والفيديوهات اللي فاتت كمان عند الخيارة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله ينور يا شباب، والله حلقة ولا اروع. اشوفكم كده من كبار المشاهير كده ان شاء الله باذن الله في سوق العبور. وطبعا يعني احب اوجه رساله لاخواتي، طبعا اوعوا تنسوا ان انتوا تاكلوا البصلتين خلال اليوم. البصل مهم يا جماعه، قطعوه على السلطه، قطعوه في الاكل بتاعكم، تاكلوه كده تشووني، انا تحت امركم والله. واي حاجه حد عايز مثلا نعمله فوتو سيشن، اي حاجه انا تحت امره، تمام. ممكن اخليها دايما دموع، دايما دموع، بس يعني ان شاء الله يبقى شغل نظيف. يلا السلام عليكم.